إيران تتوسع كما تعلم تحت الأرض، منشآت نووية، هذه تعتبر منشأة نووية جديدة إن بدأت بتخصيب اليورانيوم على عكس ما قاله الإيرانيون كما تعلم. إذا وصلنا إلى هذه النقطة، توسع المنشآت النووية وغيرها، هل تعتقد بأن هذا يوضح بأن مستقبل إيران هو الوصول للقنبلة النووية، إن كان الشهر القادم وإن كانت العشر سنوات أو العشرين سنة القادمة؟ يعني ألا تعتقد هو أن الأمر قادم لا محالة وأن العالم يعلم بهذه التفاصيل؟ هل تعتقد ذلك؟ بكل تأكيد، إذا تركت إيران فهي ستتجه بهذا الاتجاه، لا شيء يمنعها الحقيقة، خصوصا يعني عملية الضغط والعقوبات الاقتصادية بدت يعني إيران تتجاوزها الحقيقة، يعني عقوبات ترامب تجاوزتها إيران. فإذا دولة صار لها أكثر من 40 سنة يعني محاصرة، ماذا سيفعل الحصار وماذا ستفعل العقوبات؟ واستطاعت يعني تنمي قدراتها الداخلية بإرادة ذاتية تعتمد على تطوير قدرات يعني المجموعات التي تشرف على برنامج النووي. يعني الآن المشكلة أستاذ أحمد ليس فقط بحصول إيران على القنبلة النووية، ولكن إيران فعلا حصلت على تكنولوجيا النووية، وهذا ما نناقشه أنا وجنابك هو مصداق لتنامي القدرات الإيرانية فيما يتعلق بإنشاء المحطات النووية بتطوير برامجها. هذا أخطر من الوصول إلى القنبلة النووية، قد تصل دولة معينة إلى القنبلة النووية، ولكن قد مثل استراليا على سبيل المثال حصلت على غواصات مفاعل الوقود النووي بعقد مع أمريكا بمعاهدة أوكوس، ولكن عمليا استراليا لا تعتبر من دول المعهد النووي، وحتى اليورانيوم المخصب هو يأتي من أمريكا، فلا تمتلك التكنولوجيا. الدول التي تمتلك التكنولوجيا هذا فقط للتوضيح للمشاهد، حتى يفهم المشاهد شنو أن تمتلك تكنولوجيا نووية، أن تمتلك رئيس نووي. أنا أعتقد امتلاك إيران لقدرات تكنولوجية نووية هذا أخطر من حصولها على الـ يعني رئيس نووي، لأنه تبقى عملية تحصيل حاصل يعني وقت. فلذلك العالم يدرك هذه الفرضية، ولكن يعتقد أنه تفاعلات النظام العالمي، وضوع القطبية، الصراعات الموجودة بالعالم، وخصوصية منطقة الشرق الأوسط بصراعاتها يعني، طيب، هي التي تجعل إيران تلعب على هذه الصراعات وتحاول أن تمضي يعني تعيد إنشاء نفسها نوويا بشكل استراتيجي بعيد الأمد، مش وقت متعلق مثل الحرب العراقية الإيرانية، حرب الكويت يعني متعلقة بحرب. لا، الإيرانيين أستاذ أحمد هذه نقطة بودي أن أشير لها، أنهم يعني علاقتهم بقدرات إيران النووية علاقة استراتيجية ليست متعلقة حتى بالنظام الحالي، لأن الكثير من المشاريع النووية كانت في عهد الشاه، يعني أنشئت في عهد الشاه ثم تطورت في عهد هذا النظام. فإذا هذا يعطيك أنه هناك أجيال داخل إيران تعتبر المشروع النووي هو مشروع مستقبل إيران، قدراته على أن تحفظ نفسها في المنطقة كدولة محورية صاحبة إرادة ولديها القدرة على ذلك.